وده شهر التسامح. أكيد أكيد أكيد، ده شهر التسامح. وطبعا من والتسامح امبارح ما شاء الله بدأت الاتصالات والرسائل والتهاني والتبريكات بمناسبة الشهر العظيم. نعم، قولي لنا الليلة عندك شنو بمناسبة شهر رمضان والروحانيات، اليوم عندك شنو تقدمي لنا في الفقرة دي؟ تفضلي. أنا حابة أقدم حاجة بسيطة بالنسبة زي ما قلت لكم، يعني من أمس بدأت الاتصالات والرسائل التهاني والتبريكات طبعا بمناسبة الأيام الجميلة دي اللي هو بنقوم فيها بعبادات جميلة وبنقدم قيم أجمل، وبتعتبر من أهم وأجمل القيم الإنسانية ممكن نقدمها في رمضان لنفسنا وللناس. ومن أجمل القيم دي اللي هي وأعظمها اللي هو التسامح، وزي ما بيقول إنه لازم قبل ما نسامح غيرنا أو نسامح المواقف نتصالح ونسامح نفسنا. وفي ناس بتسأل إنه هل ممكن زول يزعل من نفسه ويكون متضايق من نفسه عشان يصالح نفسه أصلا؟ فأنا بجاوب على الناس دي بقول لها إنه بتحصل عادة، ناس كتيرة بتزعل من نفسها. وفي مقولة عجبتني شديد بتقول إنه الجرح مسؤوليتهم ونحن مسؤوليتنا التعافي. تمام، التعافي ده بيبدأ بإنه إحنا نسامح نفسنا على شنو الحاجات اللي بتزعلنا من نفسنا، نسامح نفسنا على الاختيارات الغلط والقرارات الغلط والفرص الغلط وأي حاجة حصلت لنا في الدنيا دي وانتهت، يعني أي حاجة حصلت وانتهت نحن ما حنقدر نرجع. لكن لما إحنا نتعافى بنرجع إيماننا بروحنا وإن إحنا بنستحق الأحسن، وإنه أي حاجة كعبة أو مؤلمة أو حاجة حصلت لنا ما عشان نحن بنستاهلها أو كده، لأ هي حصلت عشان إحنا نتعلم منها ونكمل في طريق حياتنا لقدام، نمشي أنضج وأجمل وأوعى من أمس. فدي أول خطوة من خطوات التسامح، مسامحة الذات أو مسامحة النفس.